موضوع اللجان، نعم يعني ما شاء الله مشارك في 10 لجان، منها دائمة ومنها مؤقتة. نعم والبعض يعني كان يتساءل، يعني يقول والله الدكتور يعني ما شاء الله 10 لجان، كأنه يقول لك مستحيل أن نائب يستطيع أن يشارك في 10 لجان. هذه سابقة أعتقد. ليش أقدمت على 10 لجان مشاركة فيها؟ أبو حسين، بداية اللجان ما عليها فلوس، زين، هذه بس ونأكدها. الشغلة الثانية، أول شيء اللجان ما عليها، هذا أكيد، الاجتماعات ما عليها فلوس، ما عليها ولا شيء، لكن هي النقطة مو هذه. ما هو الدور الحقيقي لعضو مجلس الأمة؟ حقيقة الأمر اللجان هي عصب المجلس. إن أردت التشريع والرقابة والمحاسبة، أنت مكانك الحقيقي وين؟ مكانك الحقيقي في اللجان. عملية اختزال اللجان بلجنة أو لجنتين أو ثلاثة غير صحيح. أنت عندك متسع من الوقت لجمع المعلومة لكل لجنة وتحليل المعلومة والمطالبة بالاختصاصيين ومقابلتهم ووضع أسس معينة لاقتراحات معينة وعمل الاستشارات وتقديم المقترح بقانون ومتابعته. 7 شغلات كترتيب تستطيع أن تعملها. أنت قاعد تتحدث عن 10 لجان هي مكملة لبعضها البعض. هناك لجان دائمة ومؤقتة. وعادة الأقل قد يكون كثير من مؤقتة ومتفرغة. بالضبط، المؤقتة هي دائمة، ولهذا السبب. بس تقدر تلحق دكتور؟ من ناحية توقيتا نعم، ومن ناحية عملا نعم. وأنا أعتقد أن الصورة يجب أن يعني رسخ للأسف على مدار مجالس سابقة، أن الإنسان العضو لا يستطيع إلا أن يجلس في لجنة أو لجنتين أو 3 بالكثير. هذا كلام غير صحيح. أنت بالنهاية هذا هو عملك الرئيسي. أنت المفروض أنك يوميا تكون في المجلس وما تطلع إلا الساعة 6 المغرب، تعمل للأمة. مو المفروض منك أنك تقعد في بيتك. هذا الواجب عليك. عملية أن انعقاد الجلسات كل 2 أسبوع، هذا لا يعني أن الأسبوع اللي قبله أنك تقعد في بيتك.